السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمه الله وبركاته. التقيكم وتغطيه جديده اقدمها لكم من محافظه النجف الاشرف. تغطيتنا لهذا اليوم راح تكون خاصه عن مراسيم العزاء التي تقام في هذه المدينه المقدسه، لا سيما في العشره الاولى من شهر محرم الحرام. ابقوا ويانا وهذه التغطيه. مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، مستمرين وياكم وتغطياتنا من داخل مدينة نجف الأشرف. ومن خلال هذه التغطيات هناك الكثير من الأمور والرسائل التي نود إرسالها إلى العالم أجمع من خلال المسيرة الحسينية، من خلال الشعائر الحسينية. اليوم عندنا لقاءات متكررة ومتجددة مع بعض الشخصيات العلمية الثقافية حول هذه المسيرة وحول أهداف الثورة الحسينية. ألتقي بسماحة السيد علي الغريفي. السلام عليكم سيدنا. أعظم الله لكم الأجر والثواب بذكرى مصابنا بإمامنا الإمام الحسين وآله وصحبه أجمعين. وكذلك نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية بل البشرية جمعاء بهذه الذكرى وبهذا الإحياء الذي قدم سيد الشهداء فيه الغالي والنفيس من أجل أن تبقى معالم الدين سامية وتعلو ولا يعلو عليها شيء. رسائل متعددة متنوعة، يعني الهدف منها هو اليوم كيفية إيصال الصورة الحقيقية، الصورة الواضحة لأهدافنا، أهداف الثورة الحسينية، مبادئ الحسين عليه السلام، من خلال ما قدم ويقدم أبناء هذه المدينة المقدسة وأبناء العراق عامة من خلال مراسيم الشعائر الحسينية. عندما نتمعن في أهداف الثورة الحسينية وفي عطاء كربلاء، لابد لنا أن نقف على المنهج الحسيني. لماذا خرج الحسين بنفسه وأهل بيته وأصحابه الذين بذلوا الغالي والنفيس، بل بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام؟ هذا الأمر، لماذا هذا الخروج؟ لابد أكون هناك كان صراع بين القيم، بين قيم الخير، القيم الرسالية التي صدع بها الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذه القيم الرسالية التي تعطي للإنسان الخير والرحمة والسعادة وتجعل المحبة والألفة في المجتمع الإنساني البشري بصورة عامة، والمجتمع المؤمن الذي نعبر عنه بالمجتمع الإسلامي هذا بعد يكون في أرقى حالاته عندما يتعلق بأهداف هذا المنهج الرسالي. وهناك الطرف الآخر، طرف الشر وطرف الظلام والمنظومة الإبليسية، المنظومة الشيطانية التي تريد أن تسيطر على الإنسان وتجعل منه عبيد. لهذا بهذه الثورة العظيمة الخالدة نجد هذا الاستمرار بالخلود. كيف استمرت بهذا الخلود؟ لابد أكو منهج استكمل كل مقومات البقاء والخلود. علينا كبار صغار رجال نساء، أي عمل لابد أن نعطي الصورة الحقيقية لأهداف الثورة الحسينية. وممكن مرة الإعلام يعطي هذه الصورة، ومرة من يقدم الماء والطعام يعطي هاي الصورة، ومرة من يلطم يعطي هاي الصورة، ومن يحضر المأتم، ومن يلبس حتى السواد، لابد أن يلبس السواد ليعطي صورة للعالم أنه أكو ظلم وقع على المنهج الرسالي المتمثل في وقتي بسيد الشهداء. هذا الأمر يجب أن جميعا نتثقف عليه.
حتى نطي رسالة عالمية أن الحسين وآل الحسين ليس لمجموعة من الأشخاص وإنما إلى الأمم. ولهذا شوف كل من يقرأ الحسين يتأثر بالحسين، كل الديانات. بالعكس رجال ومفكري الطائفة المسيحية كتبوا بالحسين وأبدعوا به كأنطوان بار وغيرهم، وعندك في كل الطوائف الأخرى حتى الطائفة الهندوسية هذا الرجل الزعيم غاندي قال تعلمت من الحسين. الشيء بالشيء يذكر بأن الحسين عليه السلام في معركة الطف جسد الوحدة الإنسانية. أحسنتم. لا أقول صحيح. الإسلامية الإسلام هو روح السماحة والإنسانية. خرج خليط مع الحسين عظيم. الأسود الأبيض المسيحي الصابي السني الشيعي الكل هو هاي العالمية انصهرت في بودرة الرسالة العالمية. المنهج الرسالي عالمي لا يميز بين لون ولا بين لغة ولا بين قومية، ولهذا انصهر في المنهج الحسيني اللي تفضلت ذكرتهم. ولهذا شوف المنهج الحسيني راح يستمر بالخلود والبقاء حتى يظهر الإمام المنتظر رسالة عالمية. لهذا احنا من خلال هذه الشعائر لابد أن نعطي العالمية الرسالة العالمية الحقيقة المنهج الرسالي حتى تصير قاعدة الإمام قاعدة كبيرة وقوية ليملأ الأرض قسطا وعدلا. على مر التاريخ في هذه المدينة المقدسة في عموم البلاد الإسلامية الشعائر الحسينية محاربة من الطغاة والظلمة. نعم. وكأنما الخروج أو لبس السواد هو ثورة وصرخ وجه الظلم والطغيان. أحسنت. الصراع مستمر من بداية الخلق ويبقى حتى يوم تطوى الأرض كطي سجل للكتب. لابد أن يبقى المنهج الرسالي الذي أراد الله سبحانه وتعالى لو البقاء والاستمرار والهدف من خلق الإنسان أن شني يعي هذا المنهج ليعرف معنى الحياة. الحياة بها أسرار بها علوم كثيرة ما يصل إليها الإنسان إذا ما شني يتثقف. يعني أكرر مرة أخرى أنه إحنا لما يجي أيام محرم الحرام ما هو الهدف عندما أريد أن أحيي؟ لازم أنا أحيي المنهج، يعني المنهج يسيرني مو أنا أسير المنهج. لهذا يشوف توجيهات المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة السيد السيستاني أدام الله بقائه سنوياً تخرج من مجموعة من التوصيات. هاي التوصيات مستنبطة من القرآن والسنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه لابد أن تطبق أولا من ناحية الاهتمام بالجانب العبادي. الحسين لم يضيع فريضة من فرائض التي أوجب الله سبحانه وتعالى. الحسين كان في أعلى درجات الإخلاص، والإخلاص هو الذي يخلي الخلود والبقاء أن يستمر. مسألة إلى النساء وبناتنا أن يتحلين بالحجاب وبعدم التبرج والزينة أمام شبابنا وغيره، وإنما تعطي الصورة الرسالية الزينبية كيف كانت. أكو نساء في كربلاء وأكو أطفال في كربلاء حافظوا على المنهج الرسالي، بل لولا وجود النساء لن درس المنهج، ولكن زينب سلام الله عليه ومن معها بهذا الوجود استمر هذا البقاء. ونتمنى إن شاء الله من شبابنا ورجالنا ونسائنا الكل أن يتحلوا بالثقافة الحسينية ويكونوا إن شاء الله مشعل. سيد علي الغريفي أسأل الباري عز وجل أن يجعلنا من السائرين على طريق الحسين، وان يكون الحسين وجده لأنه الرسالة الحسينية رسالة متجددة متجذرة في نفوس الجميع. والآن نحن في هذه المدينة المقدسة وسط هذه المواكب، هنا خلفي موكب المشي وهنا خلفي أيضا موكب خاص
بث التعاليم الحسينية النابعة من المصدر الإسلامي. ونحن نقول بأن معركة الطف هي معركة مبدئية، فيها الرجل وفيها القائد وفيها المرأة وفيها الطفل وفيها الجميع. هذه النخبة جسدت لنا معنى الدفاع ومعنى المسير على الطريق الحق. نستمر معكم وهذه هي التغطية. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في جوالنا في المواكب الحسينية. الآن وصلنا لأحد المواكب في هذه المدينة المقدسة، موكب شباب أسد بني هاشم. مثل ما شاهدون المواكب عامرة بمن هم أبناء هذه المدينة المقدسة، خادمة أمير المؤمنين خادمة الحسين عليه السلام، لتقديم العزاء لمولاي أمير المؤمنين في ذكرى استشهاد الإمام الحسين وعليه وصحبه. ألتقي بالحاج ماجد الجشعمي اللي هو مؤسس هذا الموكب. عظم الله لكم الأجر والثواب في ذكرى مصابنا بأبينا عليه السلام. عظم الله أجركم. أكو شيء لازم نوضحه وشيء جدا مهم أنا أركز عليه لأنه جدا مهم، يعني أجيالنا شبابنا أبنائنا. القضية أنه بالنجف لعله تختلف عن باقي المكانات، مو انتقاصا ولا باقي المقصرين، من بصرة لآخر نقطة بالموصل لعله أو البغداد أو كل مكان، شيعة وغير شيعة. اليوم بالعراق أنت تعرف الموقف مع الأهل العراق والشيعة وغير الشيعة وبالذات الشيعة ومواكبها، ونشر الفكر الشيعي الصحيح اللي ورثناه من اهل البيت. ولكن بالنجف اكو موقف، الموقف شويه مغاير. احنا نعتبر احنا مؤسسين لهاي الشعائر، هذا واحد. والثاني اليوم احنا اجتماعاتنا اللي نشوفها بمواكبنا وخاصه العشره الاولى اللي لا تقاف الاربعه ماخذين على عاتقنا امانه، والامانه لعله اخذناها من السلف الصالح من ابائنا واجدادنا. هي هاي أمانة الراية اللي سلمونا إياها إحنا نسلمها لشبابنا وأبنائنا من بعدنا، جزاهم الله خير المؤسسين. إحنا اليوم ما نجتمع حتى ناكل تمن وقيمة مثل ما يقولون وشاي وكذا، هاي اجتماعاتنا ما جاية من فراغ. لو تشوف كل مستهل من مستهلاتنا تلقاه اليوم مدرسة متنقلة. إذا وقفت المدارس الحكومية الأكاديمية عن تربية أبنائنا راح تلقى المبرمج النجف الصحيح يبعث كل الفكر الاجتماعي والاخلاقي ويبني شعبنا بناء روحي. اليوم اكو تهديم من المقابل، احنا نبني، احنا ما واقفين ولا خاملين ولا احنا بالصوره، ونعرف ما يدور من مؤامرات من وضع على شبابنا بغض النظر عن باقي التفاصيل. انا ما ادخل بالتفاصيل ولكن اقول لك احنا اليوم المنبر مالتنا النجفي وخاصة بالعشرة الأولى راح يشوفون من الروزخون بداية للرادود. مو القضية احنا بس نقول، لا القضية ضاوع شنو 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 فحوى الكلام اللي جاي نقوله. الهدف اليوم الأساسي من إقامة هذه المجالس هو البناء الروحي والنفسي والتأسيس في نفس الفرد، وهذا الفرد هو راح يأسس لمجتمع. وخير دليل على كلامك عندما انطلقت فتوى الجهاد أو الدفاع المقدس لسماحة السيد السيستاني، شفتوا اللي انطلقوا هم أبناء هذه المجالس، اللي دافعوا عن العراق أبناء هذه المجالس، اللي ضحوا بدمائهم أبناء هذه المجالس، اللي قدموا الدعم اللوجستي هم أنتوا وهم هؤلاء. وكأنما اليوم هذه المجالس هي شعلة حسينية تنطلق من المنبر من الروزخون من الرادود وحتى على طول أجيال. يمكن قصيدتنا كانت في يوم من الأيام اجتماعية، خليتها في لحظة سياسية في لحظة إصلاحية، وكأنما اليوم
الروزخون الرادود هم يأسسون لمدرسة فكرية حسينية. أستاذ الجليل يسمع المشاهد، احنا قضيتنا هادفة، كلامنا هادف، احنا راس أصحاب أفعال ومواقف، احنا كلامنا هادف، احنا غير هادرين، مو اليوم نجتمع للهدر، احنا نجتمع للبناء، للفكر، احنا القضية مسلحين بها روحيا. فتوى المرجعية باختصار السيد أبونا الروحي، سيد السيستاني أبونا الروحي، احنا مو مقلدين، احنا ما جايين مثل هاي الوادم واحد اثنين ثلاثة، بغض النظر مع احترامي احنا مو يم هذا، احنا ناس يمتلكنا السيد روحيا. هل يشوف هاي النهضة اللي قمنا بها بأرواحنا بدمائنا بدماء شبابنا بأموالنا، شفت التبعد وشاف العالم سوينا المعاجز منين؟ من هذا المنبر. انت اليوم في موكب شباب اسد بني هاشم، هو احد مواكب النجف الاشرف، وتشوف هاي المواكب هي اللي تنبعث منها الروحيه. قصدنا اليوم احنا نتحدث معك هذا الحديث وبجانبنا الرادود للموكب الثاني، وكانما سلسله بشريه مواكبنا. المواكب النجفيه بالمدينه القديمه هي موكب واحد، الفرق انه انا اريد استثيب واخوي ابن عمي اللي بصفي يريد هم يحصل ثواب، ولا احنا موكب واحد والحاله وحده والهدف واحد، لانه كل من اليوم يعتز باللي يقدمه واحنا نعرف شو نقدم، وموقفنا يبقى ثابت مع التغيرات، مع الزمن، مع الوضع، مع الحداثه الرويه، مع الطرح، مع الافكار المسمومه، احنا نقوم اللي علينا، اللي نشوفه هو صحيح باللي نقدر، باللي نقدر، ولكن تبقى الايد الغيبيه الالهيه المسدده من الله واهل البيت وقبالك. هاي هذا بطل الاسلام امير المؤمنين هو اللي يغذينا. هذني القضايا لا هواي نهتم بيهن، لعلهم مطلوب ننشرهن، ولكن نهتم بيهن لا بي هاي القضيه بها كفاله الهيه، بها كفاله قضيه الحسين. صبرا يا ابن اخي، السيده زينب اعلنت يوم 11 صباحا شافت الامام يحضر زين العابدين عليه السلام، شافته راح يموت، ضربت عليه قالت له صبرا يا ابن اخي، اعلم سينصب علم على قبر ابيك الحسين، ما تمر الليالي والايام، تجتمع وتجتهد اهل الضلاله واشياع الكفر لمحو ذكري فما يزداد الا علوا. هذا علو مضمون برمان الهي، احنا نؤدي اللي علينا والباقي نعتقد انه اكو رب يباوع للعباد. من يستهدف هذا البلد، بلد المقدسات، بلد الامام امير المؤمنين، بلد ابو فاضل ذاك الشجاع اللي حط العلم على العلم، بلد الامام الكاظم باب الحوائج، بلد اهل البيت اجمعين، كل من يستهدف هذا البلد لا هواي تعبون به، هذا يفشل. وتشوف عشرات الامثله بالتاريخ باوع من بني العباس، من بني اميه لبني العباس الى يومنا هذا، للعصر القديم الماضي ولليوم. انت تشوف اي واحد يجي اليوم كان مكتوب فرد عباره على ابواب النجف، انظر غريب، ما قصدك يا جبار الا قسم الله ظهره نصفين، وهاي الارض هي ارض العراق، هي شنو انظر غريب؟ هو الامام منين؟ هو يمتلك احنا، يمتلكنا كل احنا، فهذا البلد بضمان الهي، كل من يخطب ضده راح اشوفه يفشل، والدليل داعش انت اللي شفته. من خلال هذا البرنامج على أهم المواكب والأطراف الحسينية في مدينة النجف الأشرف، نلتقي مع مؤسسين الأطراف، مع شعراء، مع منشدين في هذه الأطراف، ونتعرف على ما تقدمه المواكب الحسينية خلال هذه الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام. في هذا اليوم راح نلتقي مع أبناء طرف المشراق، وهناك في هذا الطرف الكثير الكثير
مما يجب أن يعرف لدى المشاهد الكريم، لنسلط الضوء أكثر على طرف المشراق من خلال اللقاء بالشيخ عماد سعد راضي. حج عماد سلام عليكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد إمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك من يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. طرف المشراق حبيبي من أقدم الأطراف بمأتم الإمام الحسين، أسس الطرف عام 1814، وأقيم أول مأتم لأبي الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في إحدى بيوتات طرف المشراق، واستمر في هذا البيت عدة سنين. بعدها نقل المأتم إلى جامع الطوسي اللي احنا خلف جامع الطوسي، وكان جامع الطوسي مو على هذه الشاكلة، كان هو طيقان بناء السابق القديم. فأقيم من ذاك اليوم إلى يومنا هذا احنا نقيم هذا المأتم في أول ليلة من ليالي عاشوراء إلى 11 من ليالي عاشوراء، يعني 11 يوم احنا نقوم. والمأتم طبعا يقدم بداية قراءة القرآن، تلاوة القرآن، بعدها الخطيب، بعد الخطيب الرادود، القعدية، وبعدين اللطم، وبعدها نقدم وجبة طعام. حاج عماد أسألك حتى نقي صورة أكثر على هذا المأتم، مأتم طرف المشراق. بل طرف المشراق أحد الأطراف الأربعة. نعم. وهناك الكثير من أبناء طرف المشراق يتحمسون يقيمون هذا المأتم، يشاركون في هذا المأتم. بداية تأسيس كرتيات بأنه في أحد البيوتات كان يقام طرف، يمكن المشاركات قليلة، وتوسع الطرف. اليوم طرف أبناء طرف المشراق حتى ما موجودين بالمشراق، هي مدينة المشراق القديمة. بل توسعوا إلى الأحياء طلعوا. نعم. لحد الآن يجون لهذا الطرف. بلي. المواكب الحسينية اللي منطوية تحت طرف المشراق بدت أنه تقيم مآتمها خارج الطرف، في الأحياء وفي حتى في داخل الطرف، يعني أكون بيوتات، أكون مآتم شارع زين العابدين. فبعد ما يخلص هو مأتمه يلتحق بالطرف، هو الطرف الرئيسي. يعني كأنما الطرف أنتم خليه يلم كل أبناء المشراق، كل المواكب الحسينية اللي هي باسم طرف المشراق. سابقا طبعا احنا الطرف مو على هذا الشكل، كان الأمور بسيطة، كانت يعني مثل الفرش أو الكهربائيات. أسهلت تطورت الأمور والحمد لله. حاج عماد سولفي، شلون تتعاونون؟ أكيد الخدمة الحسينية يحتاج تضافر جهود بالإضافة إلى أموال، لتعرفون أكو أمور كثيرة تقدم في الخدمة الحسينية. الموكب ما قائم على شخص واحد، كل أهالي طرف المشراق من سادة ومن عوام هم مسؤولين عن الخدمة في هذا الطرف. المسؤول عن قيام المأتم، المسؤول عن الأكفان، المسؤول عن التبرعات، المسؤول عن المشق، كل من واجبه، يعني خلية عمل، كل احنا بإيد واحدة نشتغل لخدمة هذه الشعيرة. ومتعودين كل يوم عندكم طبخ تقدمون بين هذا يومية، يعني إذا تلاحظ هسه الموجود الطبخ يومية، طبخ من أول ليلة قلت لك إلى ليلة 11. طباخهم هم من ابن الطرف؟ يعني منا ابن الطرف، منا من غير مكان يجي، واحنا نريد الأحسن، يعني ندور الأطراف. حج عماد دائما عندهم عصبية قبلية لأبنائهم. اي نعم، اي احنا اكيد هذا الموجود، لكن اللي اذا شفنا الشخص اللي عنده امكانيات احسن لا نجيبه، نريد حتى نطلع بأكل الى يعني الناس يقولون عنه والله هذا. حج عماد، تعرضت المواكب والشعائر الحسينية في فترات معينة الى المنع؟ احنا تعرضنا من بداية السبعين الى الثمانينات، تعرضنا هواية ضغوطات من الطغمة الطاغية هذه. لكن انطيك انا مواقف. مثلا كان احد قيمقام النجف، ما كانت محافظة، القيمقام طلب من رؤساء الاطراف الاربعة اجتماع، فالوالد حضر الاجتماع، قيمقام
بلغ انه هذه السنه لطم ممنوع. اي سنه؟ بال 75 سنه عام 1975 ممنوع اللطم. واذا اي موكب من هذه الاطراف لطم راح يتحمل مسؤوليه كبيره. الوالد قال له احنا موضوع الامام الحسين يمشي بعروقنا. فعمي انا راح الطم هالسنه. اذا انت رجل بيك في انك تاخذ طفله وراح الطم. فاحد المسؤولين قاعد بصفه قال له هذا الرجل يفعل؟ قال له نعم يفعل. وفعلا لطم طرف المشراق، الاطراف الباقي لطمت. فالضغوطات بدت علينا هوايه. بعدين منعنا من جامع الطوسي، اقمنا الموقف في درعيه الحاج سعد، وصارت هم ضغوطات ثانيه، صرنا في البيوتات. من الضغوطات ولكن المأتم الحسين ما انمنع، ما انمنع ابدا ابدا، من الجوامع الى البيوتات. نعم ما منعنا، ظلينا مستمرين، ولا يومنا هذا احنا مستمرين الحمد لله. الله سبحانه وتعالى فتح علينا هذه خدمة الحسين ما تنتهي. لو ما تكون ضغوطات العالم لو كله يضغط على هذا، الله سبحانه وتعالى أراد انه هاي الشعيرة الى يوم القيامة، وإحنا ان شاء الله على هذا المنهاج ماشيين لخدمة ابا عبد الله الحسين. مشاهدي الكرام، دخلنا الآن إلى جامع شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، وهذا المكان الذي اختاره طرف المشراق لإقامة مأتم الحسين سلام الله عليه في هذا المكان. ومثل ما تشاهدون هذا المكان هو توشح بالسواد استعدادا لهذه الأيام الأليمة. ألتقي الشيخ وليد سعد راضي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المكان مدرسة الشيخ الطائفة الطوسي، وبيت السيد مهدي بحر العلوم بجواره. وهذا المكان استغل من قبل أهالي طرف المشراق لإقامة المأتم، المآتم الحسينية، وتحديدا طرف المشراق. كان سابقا يقام الطرف في بيوتات أهل المشراق. بعد مرور الزمن البيوتات ما تسع هذه الجماهير وأهل الطرف وصار توسع، فانتقلوا إلى إقامة المجلس في هذا المكان المشرف. إحنا بالنسبة لنا كموكب طرف المشرار، تدري من آبائنا، من أجدادنا إلى آبائنا إلى 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 وإلى أبنائنا، نأرث هذا الإرث. حب الحسين يبدأ من أعلى درجة إلى أقل درجة. الآن أبنائنا تشوفوهم هم يخدمون، يطون ماء، يطون شاي، احنا هم كنا هالشكل، وابائنا كانوا متصدرين الموضوع، الان احنا متصدرين، ابنائنا تخدم. فبدايه الموكب عده رواديد ارتقوا منبر المشراق. فمن جمله الرواديد حسب ما انا اللي اذكرهم عباس الترجمان، حمزه الصغير، الى فاضل الرادود، الى جاسم النويني، إلى أبو ياسر المسلماوي، إلى علي المعمار، إلى قحطان البديري، إلى 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 الآن وصلنا إلى الشاب زيد بقر الشام، هو اليوم يرتقي منبر المشرع. وإن شاء الله الكل موفقين والكل ما قصروا، وخدمة أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب والحسين سلام الله عليه شرف ما بعد شرف. وارتقى المنبر ايضا من الخطباء ابتداء من شيخ الكاشي تدرجا الى صالح الدجيلي الى اولاده الى الساده البعاج، السيد البعاج، السيد حسن البعاج، الى اليوم مرتقي المنبر جعفر الوائلي.
وهو هم شخصية محترمة حسينية نجفية نعتز به، وهكذا جيل بعد جيل. بعد مقتل الشهيد الصدر، الحكومة الطغمة اللي كانت تحكم العراق خافت من الشيعة، يعرفون الشيعة متنفسهم الوحيد هي الشعائر الدينية، فاستغلوا هذا الشيء، فسحوا مجال إلى الأطراف الأربعة أن تقعد مجالس في محرم الحرام. إحنا بالنسبة لنا كجامع الطوسي، سألني مدير الأمن قال لي وين تقعد؟ قلت له أنا أقعد بجامع الطوسي. قال لي ليش ما تطيك الصحن تقعد به؟ أي فأنا عن طريق اللطيفة سويتها مع الجزء، قلت له أنا ما أقدر أقعد بالصحن، كثرة الأبواب للصحن ما أسيطر عليها، جامع الطوسي باب واحد أقدر أسيطر عليها. وهو انتبه لي، يعني ما ماخذها هو ماخذها بالهزل، أنا قلبتها إلى جد. فيوم الرابع مطونا، لحد يوم الرابع مطونا، خصوصا هنا باقي الأطراف قعدت، هنا يوم الرابع مطونا موافقة أنه نقعد بالجامع. بعدها طونا فتحوا لنا الجامع، كان الله يرحمه أبو ماجد شيخ وطن ارتقى المنبر، وعبد الأمير أبو طابوق قبل بالثمانينات رحمة الله عليه، لأنه هو استشهد بالثمانينات، هو ارتقى المنبر مال المشراق، وهم أكو حادثة كانت كان متسوس عليه أحد الأشخاص وصعد إلى المنبر وراد يأخذ عمامته، يعني فد شيء كان أكو لوعة وألم بالنسبة للمجالس الحسيني. نسأل الله تعالى أن يسدد خطى الناس وتمشي على نهج الحسين، على نهج الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى ديمومية الشعائر، نريد ديمومية الشعائر. ديمومية الشعائر بيش؟ بأخلاقية الحسين اللي يتمثل بأخلاق، حتى يقولون ذول شيعة أمير المؤمنين، ذول شيعة الحسين، ذول اللي هم هذا 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 الهدف. والمنبر، المنبر مو بتناك فد شيء هين، ابدا مو هين، هذا المنبر يحارب الطغاة، جميع طاغي يمنع منبر الحسين. ليش؟ لأنه يعرف المنبر إلى أثره ووقع بالقلوب ويهيج الناس ويهيج الروح الثورية اللي تحملها الناس، فلذلك الطغاة يخافون من باب منبر الحسين، ما يفسحوا له مجال. نسأل الله تعالى أن يديم هذه الشعائر وديمومتها بأخلاقية الإمام الحسين، يتمثلون بأخلاقية الإمام الحسين. أسأل الله أن يوفق أنت وجميع خدمة الإمام الحسين، أحسن الحسين شفيعا لكم في الدنيا والآخرة أجمعين إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذه الشعائر بأحسن وأكمل وجه. ولا حد من اهلي نظر علي وسم الهموم بالغربه شربته هضم اللي شهقته ما دفرته ولا جبدي من العطش ناديه. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام وموكب طرف المشراك، انتقاله لما يقدم أبناء هذا الطرف من أمور أخرى للزائرين للمعزين لمولاي أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأيام العشر الأولى من شهر محرم الحرام. اعتاد أبناء الطرف على عمل شيء جميل جدا ألا وهو الزعفران، وترافق هذا مع اسم الطرف بحيث يسمى زعفران المشراق. ألتقي مع المؤسس أو مع من يقوم بتقديم الزعفران. السلام عليكم حجي حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولفي على زعفران المشراق. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام باستشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. مثل ما قلت كل طرف المختص هذا. بالنسبة للزعفران قبل كان يتوزع بالبيوتات بالمجالس، احنا بعد السقوط طرف المشراق احنا يعني ذول هالمجموعه هاي مختصين شاي والقهوه العربيه ونسوي حامض، فقلنا خلينا نسوي زعفران. فالزعفران بدينا به اشتغلنا، ويعني كان ميز هسه صار ميز زين، وصار عليه اقبال يعني من كل حتى المحافظات، يعني نعرف هذا الزعفران بالنجف وشنو قدره، لان الناس تعرف هذا شيء يعني هو من اثمار الجنه، ونفس الوقت هذا اغلى دواء بالعالم يسوون من عده.
حاج حسن. نعم. انت قبل يوم او يومين قلت لي هذا العمل اللي يقدموه الزعفران ماثور يعني من اباءكم واجدادكم. نعم نعم. يعني كم سنوات ياسر تقريبا بديتوا به. قلت لك يعني هم صح ابائنا واجدادنا بس كان ببيوتات يعني يعني خلينا نقول احنا 1813 مثلا خلينا نقول طرف المشراق يعني ويا تاسيس الطرف. ها ويا تاسيس الطرف نعم. بعدين احنا توسعنا هنا سوينا ميز. الميز يعني احنا كان يعني اثناء المأتم يقدم للموجودين. فعلا ايه يقدم للموجودين ايه فصار عليه زين. هو هذا هم يريد له يعني عمل ويريد له كميه. احنا تقريبا ما ارد احكي اخاف تطيني وتقول لي سر مهنه ومريض. لا لا هو ثواب عادي بشكل عام يعني مختصر شلون تشتغلون الزعفران؟ بشكل عام بالنسبه للزعفران احنا على طول السنه نجيبه اول مره نحضره من مشهد. هذا اكو بيه انواع، اكو بيه اسباني واكو ايراني فاحنا نختار النوعيه الزينه نحضرها. يعني احنا السنه المضيت وهاي السنه بحدود الكيلو نشتري يعني بالكيلو، وهذا ينباع ترى بالغرامات ينباع. فاحنا نجيب كيلو الله يكفي يعني ما زين وذني تشوف عن هاي الجمهور والاستقبال هذا. فاحنا نحضره قبل يوم نخمره نخليه على شكل نسوي بشياش يعني نحضره، لان هذا الورده مالته غاليه ولازم تذب الماده مالته كلها حتى نستفاد منها. وثاني يوم نجي نشتغله ونحضر اليوم الجاي كذلك. هاي يعني عمل متعب طبعا بالبيوت عده مراحل استاذ. عده مراحل. مرحله قلت لك نحضر نخمره، المرحله الثانيه نخليه في فتره يعني ماي دافي يكون مو ماي بارد يعني في خاصيه، واذا تعطل ثاني يوم يعني ينمرد يعني اذا يومين ينمرد احنا حاسبين حسابنا خلال 24 ساعه ما نعطله نشتغله. الدور نفوره بقور كبير مثل ما نقول ونهدر زايد ونجي نصفيه بالسمار نجهزه بهالذني الزعفران خالص بدون اي اضافه. لا لا بدون اضافه يعني هو هذا لونه هو هذا لونه هذا اذا تحط له قليل شويه ما يورد بعد ما ينشرب يصير مو طيب. يعني هو ثمر الجنه هو طيب. هو هذا اكو جماعه يحطوه على التمين يحطوه على الزرده كذا، فهو هذا يعني هو مو ثمر هو طعم هو رائع كذا. متعودين اي متعودين هاي صار سنين. نعم اغلط فعلا. هو احنا اشتغلنا هذا الشيء قلنا اغلى شيء للامام الحسين احنا نقدمه للزين.
وياكم الآن للتحدث عن طرف العمارة. طرف العمارة هو المعروف بالطرف الخاص بالمشاعر المنورة في هذه المدينة المقدسة، وأفضل من يعطينا صورة على هذا الطرف هو الحاج صالح أبو قلل، أحد منظمي عزاء طرف العمارة. السلام عليكم عمي، وأعظم الله لكم الأجر والثواب، وإن شاء الله مأجورين على هذه الخدمة، خدمة تنظيم المواكب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. بالنسبة لتنظيم المواكب، إحنا جبناها من أجدادنا الآبان. إحنا بالنسبة للمقيم ما عندنا مشاعر، وإنما إحنا منظمين وكفلاء للمشاعر، منظم وكفيل للمشاعر. فهاي الشعيرة لابد منها، والطرف مختص بها، يعني طرف العمارة مختص بالمشاعر اختصاصيا. الأطراف كل من اختصاصه. نعم الأطراف كل من اختصاصه، المشراك مثلا اللطوم البراك كذلك كذا، بس العمارة لا، اختصاصها مشعل. والمشعل من المنظم؟ منظم أبو قلل، بس كل عشائر العمارة وياهم متفقين على كلمة واحدة، يعني عشائر الطرف كلها مجتمعة في مكان واحد وفي كلمة واحدة. أحسن. يعني ماكو واحد يستثني عن واحد، اقعد بالاتفاق، واحدة اثنين ثلاثة. أحسن. هاي بالنسبة للمشاعر. عندنا منظمين بالباب واقفين، وعندنا جماعة واقفين بالنص، وعندنا جماعة واقفين بالأخير، وبالآخر المنصعد، قال المنبر، العفو، المنبر يرحب بالأهل المشاعر، يرحب بهم لأنه أهل طرفه وأهل ولايته، ولا تعلم نبي طالب. فالمشاعل بالنسبة للمشاعل، يعني النجف كله ما مختص بالعمارة، اختصاص العمارة بس النجف كله، اختصاص العمارة بس النجف كله يهم. مشاركين. مشاركين. النجف كله بأحياء، بأطراف، بنساء، برجال، كله مشترك. مشترك. أما أبو غزوان، أسألك عن سنة تأسيس هذا الطرف، أو سنة تأسيس عزاء طرف العمارة، والسبب ليش اليوم مشعل شاري؟ إحنا سنة التأسيس سنة 1817. ما شاء الله. سنة التأسيس الدرعية سنة 1817. الدرعية هو المكان تنطلق منه المشاعر. المشاعر هو المكان تنطلق منه المشاعر. فشانت المشاعر مو على هالمعلمة، كانت المشاعر ثلاثة أربعة، بعدين بالتطوير 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 إلى أن وصلت لهاي المرحلة. الآن إيش قد عددها تقريبا؟ الآن 112. ما شاء الله. بينما أول مرة بدت بخمسة، بدت بأربعة. وكل مشعل خاص بعشيرة. كل مشعل خاص بعشيرة. نعم. كل مشعل عشيرته ورايته. مشعل مثلا الإعكارات، رايتهم الإعكارات، مشعل ألب غنيم، رايتهم ألب غنيم، مشعل عكايشين، رايتهم العكايشين، راية مرتفعة قدام المشعل قدام القطعة العشيرة الفلانية. فالعمارة مختصة بالعشائر، يعني أغلب عشائر النجف هي بالعمارة، سكنة العمارة. ولهذا أغلب العلماء، يعني أغلب العلماء سكنوا العمارة، لأنه حما، لأنه عشائر وحموا علمائنا. العمارة حموا علمائنا، كل العلماء بصورة عامة. حجينا ردنا تحدثنا عن المشعل بعد أكثر. المشعل يطلع وراء طبول، ومن داير ما داير وجهاء العشيرة وأبناء العشيرة يشوفهم كلهم سواسية يهوسون، وكلهم ويهوسون حول المشعل. كلمة الله كلمة واحدة، أبد والله ما ننسى حسينا، لأنه الحسين ماكو شيء ما طحى من أجل هاي الناس، من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا زينب قالت والله يا يزيد لن تمحو ذكرنا. هاي الذكرى حج، هاي هذه الشعائر هي ذكرى أبا عبد الله الحسين. قالت سينصب لك في كل بلد علم، وفعلا نصب في كل بلد علم. تجي باليابان حسين، تجي بأمريكا حسين، تجي بألمانيا حسين، تجي جبال الهملايا، جبال الهملايا أعلى جبال العالم هي حسين. ولهذا كلمة الحسين انتشرت على كل العالم. ليش؟ لأنه اجى بحق، ما اجى بطلا، وإلا ما اجى لنصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحزني يومك بين دهر ما ينسي. القصيدة من نظم الشاعر المرحوم الخالد ياسين الكوفي. يا شهر عاشور كل صبح ومساء،
حزن يومك بين دهر ما ينسي. وام حسن وحسين سيدتي وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام تغطيتنا واللي كانت خاصة عن مراسيم العزاء في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، تناولنا فيها مختلف المواضيع في مقدمتها الأطراف الأربعة اللي تقدم العزاء في مدينة النجف الأشرف، تاريخ هذه الأطراف وما تقدمه من خلال مراسيمها. أتمنى أن تكون هذه التغطية قد نالت رضاكم. إلى تغطيات أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.